هنبتدي دلوقتي ونشوف الجميلة ندى بستيوني بتعمل ايه بقى، حاجات طبيعية كده عشان نتعلم ونستفيد. هتعملي ايه؟ بصي، لنضارة الوش بجد بدل الحاجات الايزي ويزي والحاجات اللي بتتعمل دي، الزبادي بالعسل. احنا عندنا حاجات كويسة جدا احنا مش بنستخدمها، يعني الحاجات الطبيعية. على فكرة الخواجات بقى بيستخدموا الحاجات بتاعتنا جدا، ياخدوا الحاجات بتاعتنا يستخدموها هناك في بلادهم. بالظبط، زبادي بالعسل. زبادي بالعسل ده هايل للوش وللشعر. أوكي. يعني ممكن تعملي ماسك لشعرك بالزبادي بالعسل، وبعد كده طبعا تغسليه بالشامبو، يعني مش هو كده وبس. فعلبه الزبادي عليها معلقه عسل بس، بتحطي على وشك وبقيته بتحطي على شعرك. هايل، بيخلي الشعر بيلمع وطري وطري وحلو جدا. ده الزبادي بالعسل. كمان حاجه اجانب بيعملوها، الفرنسويين بالذات، الشيح البابونك بيتغلي. الشيح البابونك. اوكي ده من العطار. الشيح البابونك بيتغلي وبيتصفى، اللي شعرهم فاتح بيتحط، بيخلي لونه مصفر مع الشمس، يجنن. ايه ده؟ احلى. طب لو انا شعري غامق يفتحه ولا ما يفتحش؟ لا، هي عايزه اللي شعرهم فاتح. انا على فكره عملت الشيح البابونك ده كتير في حياتي، بيخلي الشعر يبقى ذهبي، لونه يجنن. كمان الشيح بيتقل الشعر، لانه لما يبقى الشعر ده اللي بيشربوه عشان بطنه توجعهم وكده. ده الاجانب بيستخدموه، البلوندر بيستخدموه علشان يفضلوا بلوند على طول. والولاد الصغيرين زي احمد كده لما كان عنده 6 سنين عنده 6 سنين في الجامعه. أيوة، 6 سنين في الجامعه. كانوا يعني انا كان في واحده صاحبتي اسمها كلودين، كانت في النمسا معايا في الدراسه الكالتشر دي، فكانت عندها، بصي الدراسه دي كان في ناس كبار وصغيرين وحاجات كده، لان دي للاوتسلندر، يعني للناس اللي من بره النمسا. فكانت يعني داخله معايا بتتعلم. دي كان عندها ولدين صغنطتين بلوندات، كانت بتحط لهم البابونك. قلت لها ده بتاعنا، ده بتاع الفراعنه. قالت لي ما انا بستخدمه. قلت لها بتستخدمه وبيستخدموا زيت الخروع. قلت لها طب وهناك في زيت الخروع في فرنسا بتجيبوه منين؟ بيجيبوه بقى من الدول العربيه، من مصر وتونس وحاجات كده، وبيعملوا زيت الخروع. مهم جدا لتقل الشعر. الخروع ازاي؟ حاولي قبل ما تستحمي بساعة ساعة ونص بتحطي زيت خروع. أوكي. ساعة ساعة ونص، ما بيقعدش أكتر. وبعد كده بتغسلي شعرك بس كده؟ على فكرة في ظرف شهر ونص تبتدي تشوفي النتائج. خلاص ماشي. زيت خروع والشيح. شيح البابونك ده للي شعرهم بني فاتح أصفر. هما جايين زيت الخروع ريحته تحفة. هو سميك. هو بتحط الرموش برضو بس لو ما عندهمش اكياس دهنيه عشان غلط. لا بلاش الرموش والحواجب والكلام من ده، احنا في الشعر اللي احنا خلينا في الشعر كده اضمن. يعني اهم حاجه كمان لجمال البشره كلها والجلد، الميه. اوكي. الجسم بيحتاج كميه ميه كبيره جدا، يعني يشربوا ميه قد كده، يعني غرقوا نفسه. انت قلتي لي اول ما بتصحي بشرب ميه سخنه. ازازه ميه؟ ميه سخنه مش ازازه، مش هي إزازة. ميه مغليه. بغليها في الكاتل او على النار وتبع، وبشرب ميه ممكن مج او 2 كده يعني. ده اول ما تصحي؟ اول ما اصحي. وعلى مدار اليوم ممكن اشرب كل شويه يعني هو بيقول لك لو تقدري تشربي ميه بدل القهوه والشاي والكلام من ده تبقى حاجه كويسه جدا. لان الجسم بيحتاج ميه كتيره جدا، والميه بتخلي البشره حلوه بجد. طب ازاي بقى بتحافظي على نفسك وما بتتخنيش؟ ولا بتتخني وترجعي تعملي على فكره لا بصي انا دلوقتي تخنانه. انت دلوقتي ما شاء الله. انا دلوقتي زايده وزني 2-3 كيلو على فكره، وده كتير. 2-3 كيلو لا معايا انا كتير، يعني عشان الكاميرا بتزود 160 وتزيدي 3 لا يعني ده هيبقى بالنسبة لطولي انت ما شاء الله 170 175 169 على فكرة سهلة تعالي. فهو الوزن لا انا بالنسبة لي 2 كيلو بيفرقوا، بيبينوني مليانة. بس عامة رشيقة في الآخر. الله اكبر ما شاء الله. ازاي بقى بتحافظي على ده؟ بصي
هو في جينات. فانا جيناتي كده اصلا. وبعدين انا وانا في المدرسه كان وزني صغير جدا يعني قليل خالص. وكانوا حتى ادوني لدرجه ان انا ادوني ابر عشان اتخن شويه. والله اوكي. انا الفتره اللي وزني زاد فيها اللي هي كانت الحمل بقى والحاجات توابع. دي لازم لازم.